4 5 78. 4 5؟ لا 5 78. لا لا 5 78. لا اسمحي لي، عيدي لي اليوم. كم اليوم؟ يوم الميلاد نادية؟ 24 5. اوكي 24 78. اسمعيني من التليفون نادية، ركزي على التليفون. انت من مواليد برج الجوزاء، شنو سؤالك حتى اجاوبك نادية؟ اريد اعرف عندي اطفال ولا لا. اي ساعة من الزادة؟ تعرفين ساعة الازدياد؟ لا ما اعرف. هذه الحالة لازم اعرف ساعة الولادة، إذا تأكدتي حتى لو ما قدرتي تتصلين ابعثي لي رسالة على الفيسبوك وإن شاء الله أكون يعني أجاوبك بأقرب فرصة. وبس اكتبي لي المدينة اللي أنت ولدتي بيها. أوكي؟ الله شكرا. إن شاء الله. عندي سؤال آخر؟ لا شكرا. أهلاً وسهلاً بك، ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلاً بك، من جاي؟ شلونك استاذ خليل؟ بخير الله يسلمك، من جاي؟ الله يخليك. سؤالي على العمل والحظ بشكل عام يعني. اوكي. مواليد شهر السادس. اعطيني المواليد كاملة. 25/6/87. 25/6/87. أنت من مواليد، من الاسم الكريم وياي؟ من جاي؟ نعم، زيد. زيد؟ نعم. زيد، انت من مواليد برج السرطان، من ناحيه العمل وضعك طبيعي، ما عندك شيء يساعدك ولا اكو شيء عطل عليك، نقدر نقول عليه مستقر. الشيء الزين عندك اكثر شيء هو الناحيه الماديه. اوكي، امورك الماديه المفروض ان شاء الله تكون زينه، تستمر وياك لغايه نص شهر 8 من 2015، فان شاء الله تلقي شغل، هذا الشغل يحاول يعني ممكن يحسن من وضعك المالي، بالتالي تحسن وضعك. اوكي ممكن ارقام الحظ 2 7 9. زيد 2 7 9. 2 7 9. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ. اهلا وسهلا بك، ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك، من هي؟ اني قبل شوي خبرتك. ما شاء الله، شلون حصلتي؟ اريد اسال عن زوجي. اوكي. عن الحظ والشغل وال يعني حياته بشكل عام. اوكي، ايش قد مواليده؟ 1989. 27/2/89. اوكي، زوجك من مواليد برج الحوت، ارقامه 7 و9. زين، شو تريدين تسألين؟ جاب يعني سأليني حتى عن الحظ وعن شغله وعن يعني كل شيء. اوكي، من ناحيه الحظ طبيعي، هو يعني مو من النوع المحظوظ ولا عكس ذلك. اوكي، هو هم تهم برج الحوت صح؟ شتي؟ اي اي. اوكي. هو هم خليه يدير باله على وزنه، من ناحيه الشغل وضعه طبيعي، عنده فتره ايجابيه اذا هو يشتغل او يدور على شغل او عنده مشاكل لا سمح الله بالشغل. الفترة الجاية قريبة، ما بقى شيء تقريبا على شهر يعني نهاية 11، خلينا نقول من 17/11، من نص 11 يعني لغاية يوم 11/12، هاي الفترة مثالية إلى من ناحية الشغل. إذا مثلا دا يدور على شغل أو عنده مثلا أمور متعلقة بالشغل مالته ما منطي حقه أو يعني عنده فد مشاكل ويا المدراء والمسؤولين مالته يحسنها. إذا هو يشتغل شغل حر فيكون أموره همينه بعد أحسن إن شاء الله. من ناحية الصحية هم أنا خلي دير باله على وزنه وياك، مثلكم أنت يعني اثنيناتكم دير بالكم على وزنكم، لا يزيد لا أكثر ولا أقل، بعدين بصعوبة تتخلصون من عنده. قولي. أنا أسأل عن الحمل وعن الحظ بعد. أنت لو تعطيني ساعة إلك مثلا أقول لك الفترة الزينة، هسه بدون ساعة أنت هسه ما عندك مشكلة، زين يعني على طول السنة ما عندك مشكلة، بس افضل فتره لك انت يعني لمواليد برج الحوت خلال 2015 تكون مو هسه، هي الفتره اللي صايره من اللي حتكون الواقعه ما بين 8/5 لغايه يوم 6/6، هاي الفتره المثاليه لكم انتم مواليد برج الحوت للحمل والانجاب ان شاء الله. هاي حتكون لك زينه وبنفس الوقت تزوجك، يعني اثنينكم نفس البرج. زين، وارقامه شنو؟ ارقامها 7 و9 زوجك. 7 و9. نعم. اوكي اوكي، ماشي.
إذا المشاهدين الكرام نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. ينصب اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم الاجتماعية، من مساء الخميس كونوا أكثر صبراً أثناء التعامل مع الأصدقاء. الثور يكون لديكم سفر أو اتصال بعيد، من مساء الخميس حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل. مواليد برج الجوزاء تنهمكون في ضبط شؤونكم المالية المشتركة، من مساء الخميس كونوا أكثر صبراً ووعياً على الطرقات خاصة في السفر بين المدن. مواليد برج السرطان يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، من مساء الخميس ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة. الأسد يتراكم العمل لديكم، انتبهوا إلى صحتكم، من مساء الخميس كونوا أكثر ليونة أثناء التعامل مع شركائكم. مواليد برج العذراء تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم، من مساء الخميس يتراكم العمل لديكم، انتبهوا إلى صحتكم. مواليد برج الميزان تنهمكون في تنظيم أموركم البيتية والعائلية، من مساء الخميس ترغبون في قضاء وقت ممتع مع أحبائكم. مواليد برج العقرب تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار، من مساء الخميس تنشغلون في ضبط مصالحكم البيتية والعائلية. مواليد برج القوس تحاولون إدخال تعديل على ميزانيتكم، خففوا من النفقات، من مساء الخميس تنشغلون في السفر والاتصالات. مواليد برج الجديد تستعيدون نشاطكم وعافيتكم وتدفعون بمصالحكم قدما، من مساء الخميس ادخلوا تعديلا على ميزانيتكم. مواليد برج الدلو تتراجع صحتكم، اخلدوا إلى الراحة، ابتداء من مساء الخميس تمتلئون نشاطا وحيوية وتنجحون في مسعاكم. مواليد برج الحوت تنشطون بين الأصدقاء، من مساء الخميس تجتازون فترة غير مريحة صحيا، اخلدوا إلى الراحة. مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام البرج العالي لهذا اليوم، ألتقيكم يوم السبت المقبل بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات صوت البث من تلفزيون الشرقية، مع السلامة. منذ سبعينات القرن الماضي هاجر العديد من العراقيين موطنهم الأم ليجدوا في دول القارة الأوروبية موطناً جديداً لهم. لذلك قررت أن أشد الترحال، أحجز تذكرة واركب القطار لبداية رحلة مشوقة من أقصى شمال أوروبا للتعرف على أحوالهم. في كل حلقة سنتعرف على شخصيات عراقية بارزة، نعيش واقع حالهم، نزور بيوتهم، أسواقهم، وحتى أماكن عملهم. بالعافية. سنسلط الضوء على صعوبات الغربة، ولكن الأهم على إنجازاتهم، إبداعاتهم، أحلامهم وطموحاتهم. برنامجنا فريد، فانضموا إلينا بكل محطات رحلة قطار الإكسبرس. الشرقية HD. لإعلاناتكم على قناة الشرقية يرجى الاتصال بوكيل الإعلانات شركة برومو ميديا على الأرقام التالية.
أعتقد أني أكيد صاير أطول. أعتقد أني أكيد تقدر. تعتقد تقدر؟ أكيد يقدر. أني